مساء الخير للجميع. المسيح قام حقا قام. بعدما تشرفنا هذا الصباح بإعادة تدشين مزار سيدة الجبل في عنجرة، الآن هي اللقاء الحميم بين أبناء مريم والأم السماوية بهذا القداس الإلهي، بترأسه سيادة المطران ويليام شوملي ويرافقه سعادة السفير البابوي المطران ألبرتو أورتيغا والرئيس العام لرهبنة الكلمة المتجسد وعدد من الكهنة. منرحب أيضاً بالرئيس العامة لراهبات الراهبات أيضاً الكلمة المتجسد. نرجو بالفعل أن نشترك بالصلاة الذي سيتم فيه أيضاً مباركة الهيكل وأيضاً أول صلاة أمام مريم العذراء في هذا المزار. صلاة مباركة للجميع إن شاء الله. اللهم قدس ببركتك الغزيرة هذا الماء الذي سننضح به المذبح الجديد وجماعة المؤمنين، فنتذكر غسل الميلاد الثاني الذي نلناه بالمعمودية فصرنا هيكلاً لروحك القدوس، فمن علينا وعلى جميع الإخوة الذين سيشاركون في هذه الأسرار الإلهية من هذا المكان ببلوغ أورشليم السماوية بالمسيح ربنا. إلى أن ننضح الهيكل بالماء زي من عمد الهيكل حتى يصبح صالحا للذبيحة، ثم ندهن الهيكل بالزيت. ولكن قبل ذلك، بعد أن نرش الهيكل بالماء، نرش المؤمنين أيضا كذلك، لأنتم أنتم هيكل الله الحي. يدهن سيدنا المطران أيضاً بالزيت المقدس زوايا الهيكل ومنتصفه، خمس دهنات رمز إلى جروحات المسيح الخمسة. بسر قيامات المسيح ربنا نستبد وَنَفْتِفُ مُبَارَكٌ مَنْ بِصَلْبِهِ
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا في غمرة الأفراح الفصحية، والأحد الذي يلي الفصح هو أحد الرحمة الإلهية، الأحد الذي فيه نغرف من رحمة الله قدر ما نستطيع، لأن السماء مفتوحة أمامنا مثلما كان جنب يسوع مفتوحاً ومنه خرجت لجة من المراحم. في بداية هذه الذبيحة لنندم على كل ضعف صدر منا، عالمين بأن رحمة الله تغطي كل خطايا العالم. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. الملك السماوي
هامل الخطايا العالم ارحمنا يا هامل الخطايا عن يمين الله ارحمنا لأنك أنت وحدك القدوس أنت وحدك الرب أنت وحدك العليم يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب آمين. لنصلي. اللهم ينبوع الرحمة، إنك تضرمنا إيماناً كلما احتفلنا بالفصح المبارك، فنسألك أن تنمي فينا ما أتيتنا من نعمة، فندرك في أي ماء غسلتنا، وفي أي روح ولدتنا، وبأي دم فديتنا. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. وكان يجري على أيدي الرسل في الشعب كثير من الآيات والأعاجيب، وكانوا يجتمعون كلهم دون استثناء في رواق سليمان، ولم يجرؤ أحد من سائر الناس أن ينضم إليهم مع أن الشعب كان يعظم شأنهم، لا بل كانت جماعات من الرجال والنساء تنضم إلى الرب بالإيمان، حتى إنهم كانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع فيضعونهم على الأسرة والفرش لكي يقع ولو ظل بطرس عند مرور على أحد منهم. وكانت الجماعات تبادر من المدن المجاورة لأورشليم تحمل المرضى والذين بهم مس من الأرواح النجسة فيشفون جميعا. كلام الرب. أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. هيا ليقولوا آل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته. هيا ليقل آل هارون إن إلى الأبد رحمته. هيا ليقل الذين يتقون المولى إن إلى الأبد رحمته. أحمد الرب لأنه صالح، يا رب كن للخلاص وهيبان، يا رب كن للنجاح مانحان، تبارك الآتي باسم الرب.
إننا نبارككم من بيت رب، وإن إلهنا ينير علينا. القراءة الثانية: كنت ميتاً وها أنا ذا حي أبد الدهور. قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول. أنا أخاكم يوحنا الذي يشارككم في المحنة والملكوت والثبات في يسوع. كنت في جزيرة باتموس لأجل كلام الله وشهادة يسوع، فاختطفني الروح يوم الرب، فسمعت خلفي صوتاً كصوت البرق يقول: اكتب ما تراه في كتاب وابعث به إلى كنائس السبع التي في آسيا. فالتفت لأنظر إلى الصوت الذي يخاطبني، فرأيت في التفاتي سبع مناوراً من ذهب، وبين المناور ما يشبه ابن الإنسان، وقد ارتدى بثوب ينزل إلى قدميه، وشد صدره بزنار من ذهب. فلما رأيته ارتميت عند قدميه كالميت، فوضع يده اليمنى علي وقال: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي. كنت ميتا وها أنا ذا حي أبد الدهور، بيدي مفاتيح الموت والجحيم، فاكتب ما رأيت، ما هو الآن وما سيحدث بعد ذلك. كلام الرب. صفحة 347 بالكتاب الأحمر. Oh, wow.
الرب معكم وروحي أيضا. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك في مساء ذلك اليوم يوم الأحد، كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. فقال لهم ثانية السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. على أن توما أحد الاثني عشر ويقال له التوأم لم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له سائر التلاميذ رأينا الرب. فقال لهم إذا لم أبصر أثر المسمارين في يديه وأضع إصبعي في مكان المسمارين ويدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان التلاميذ في البيت مرة أخرى وكان توما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، فقام بينهم وقال السلام عليكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فأجابه توما ربي وإلهي. فقال له يسوع آمنت لأنك رأيتني، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخرى كثيرة لم تكتب في هذا الكتاب، وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأبناء الأحباء، وضع القداسة البابا السابق القديس يوحنا بولس الثاني عيداً جديداً في الكنيسة هو أحد الرحمة الإلهية، وحدد موعده في الأحد التالي لعيد الفصح القيامة. وبما أننا نحتفل اليوم بقداس الأحد، فنحتفل في الوقت نفسه بأحد الرحمة الإلهية. لنبدأ بالإنجيل المقدس. إنجيل المقدس هو إنجيل الرحمة، لأن يسوع القائم قد ظهر لتلاميذه في اليوم الثامن خصيصاً من أجل توما الرسول الذي كان غائباً في الأحد السابق ولم يرى يسوع القائم ولذلك لم يؤمن. ظهر له يسوع خصيصاً، ولكن قبل أن يكلم توما تكلم مع تلاميذه وأعطاهم سلطة عجيبة، نفخ فيهم. ونفخة ربنا في العهد القديم بتذكركم بالحياة الجديدة، عندما نفخ الله في آدم أعطاه حياة، ولذلك نفخ في التلاميذ لأنه أراد أن يعطيهم قوة جديدة، قوة من الروح القدس. نفخ فيهم وقال خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. المغفرة لله، لأن المهان هو الله، الله وحده يستطيع أن يغفر الخطايا، لكنه برحمته تعالى أراد أن يشرك الكنيسة أيضاً في منح هذا الغفران.
لذلك أعطي الكهنة هذا السلطان العجيب الذي لا نستحقه لأننا نحن خطأ، لكنه أعطانا هذا السلطان كي نمنح المغفرة باسمه. ثم توجه نحو توما الذي كان مع الأحد عشر وقال لتوما: تعال يا توما انظر إلى جروحاتي، إلى جروحات يدي وجرح جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. رأى توما ذلك وخجل من قلة إيمانه وهتف: ربي وإلهي. الدرس الأول الذي نأخذه من إنجيل هذا الأحد: رحمة الله أوسع بكثير من ضعفنا ومن خطايانا، كلنا خطأ، ولكن يريد الرب أن نغتسل في لجة مراحمه. لا يريد أن يكون قد مات من أجلنا سدى، يسوع مات حبا بنا كي يعيدنا جميعا إلى حظيرة الآب، ولا يريد أن يهلك أحد منا. لذلك هو يدعونا بقوة بشدة، يترجانا. تصور الله يترجانا، مش إحنا بنترجى ربنا، هو بيترجانا، يترجانا أن نندم ونتوب ونعود إليه كي يمنحنا هذه المراحم التي استحقها لنا على الصليب. ظهر السيد المسيح لإحدى القديسات، القديسة فاوستينا وهي بولندية، وكلمها مراراً وتكراراً عن سر رحمته. كان يكلمها بكلام مؤثر. مرة قال لها: لا تتصورين كم تألمت وعانيت في بستان الزيتون وعلى الجلجلة وأثناء الجلد. ناهيك عن الإهانات المعنوية والبصاق والشتم والاستهزاء، كل ذلك عانيته من أجل الخطأ. قولي لهم أن يعودوا إلي. وبالفعل إذا كان حب الله لنا على قدر آلام السيد المسيح، فإن حب الله لا متناهٍ، لأن آلامه من أجلنا كانت بالفعل لا متناهية، فقد عانى الكثير الكثير لكي يكسب كل واحد منا، ليكسب البعيدين والقريبين إليه. أريد أن أروي لكم قصة صغيرة سمعتها من شاهد عيان. كنا في احتفالات الشبيبة العالمية قبل مرتين، كانت في كراكوفيا، وكان في سهرة، السهرة يوم السبت اللي بتسبق الأحد اللي فيه القداس الاحتفالي لقداسة البابا، كان فيه تقريباً أكثر من 2 مليون شاب، وكان في شهادات حية لشباب وصبايا اختبروا رحمة ربنا، يعني أبعدوا عنه، أبعدوا وثم عادوا إليه مثل الابن الضال. الابن الضال كان مثلاً رواية، لكن قصتهم كانت حقيقة. هم أبعدوا، هم ضلوا ثم عادوا، ماتوا ثم عاشوا من جديد. أتذكر شاب تعاطى المخدرات وأوغل في تعاطي المخدرات، ثم تاب إلى الله، ومن خلال توبته استعاد عافيته الروحية ثم النفسية ثم الجسدية، وروى قصته بإسهاب. ثم جاءت بعده صبية بولندية، وحتى أذكر اسمها لأن قصتها نشرت لاحقاً بكل التفاصيل كما سمعناها منها. هذه الشابة واسمها ناتاليا، كانت مؤمنة وهي صغيرة، ثم عندما كبرت بعدت عن الكنيسة وعن الله وعن وصايا الله، وعاشت حياة حرة بعيداً عن كل قيد. وفي يوم أحد وبدون أن تعلم لماذا استيقظت وهي معكرة المزاج وغير راضية عن نفسها، رغم أنها كانت غنية ولها وظيفة وأصدقاء وصديقات وكان بيديها كل ما تريد، لكنها استيقظت في ذلك الصباح وهي تعيسة، تشعر بفراغ هائل في حياتها.
وبينما هي تتخبط في تلك المشاعر سمعت صوتا يقول لها اذهبي اليوم واعترفي. هي نسيت ما هو الاعتراف، فدخلت على الانترنت وكتبت كلمة اعتراف، بدها تتذكر شو الاعتراف. قرأت، قررت أن تعترف، لكن في أي كنيسة تعترف؟ دخلت أيضا على الانترنت وسألت أين القداديس في ذلك اليوم يوم الأحد، رأت بأن هنالك قداس في الكاتدرائية، فركبت سيارتها وكانت الساعة تناهز 3:00 وذهبت لتعترف، وكانوا يحتفلون في الكنيسة بساعة سجود عادة يوم الرحمة الإلهية، مدعوين كل الكهنة والرعاية يقوموا بساعة سجود، بعدها قداس، وأثناء السجود اعترافات لنيل غفران مربوط بذلك اليوم. ذهبت وذهبت عند أول كرسي اعتراف واعترفت عند أول كاهن وجدته، اعترفت بكل خطاياها لأنها كانت تريد الرحمة. فقال لها الكاهن اعترافك جميل، فأجابته لا أجد شيئا جميلا في كل ما قلته لك. قال لها بالعكس، اعترافك في هذا الوقت هو جميل جدا، وذلك اليوم كان أحد الرحمة الإلهية. وقال لها الآن الساعة هي 3:00، الساعة التي مات المسيح فيها من أجلك، أنت لم تأتي هنا صدفة، إنما هذا نتيجة رحمة ربنا اللي لاحقتك وتبعتك أثناء ابتعادك عنه. قصة روتها شاهد عيان أثرت فينا، لأن الله يلاحقنا ونحن خطأ، لا يتركنا لأنه يحبنا. إخوتي وأخواتي، في نهاية هذه الكلمة أدعوكم جميعا إلى أن تجددوا إيمانكم وثقتكم برحمة الله التي لا تحصى ولا تستقصى، إنما رحم الله كثيرة، ونحن مدعوون إلى أن ننغمس فيها ونتعمد من جديد في لجة هذه المراحم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة والأبناء الأحباء، الله يصغي إلى حاجاتنا وطلباتنا، فلنسأله كل ما نحتاج إليه. أيتها الأم العذراء، يا من تفقين سائر الخلق اتضاعاً وسمواً، نسألك أن تتضرعي لنا عند ابنك يسوع بأن يحفظ قداسة البابا فرانسيس والمدبر الرسولي بير باتيستا وجميع الأساقفة والإكليروس، كي يقودوا الكنيسة بهداية الروح القدس في طرق القداسة
فيظهر صورة الله في العالم من خلال أعمالهم وأقوالهم. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم المبتول استجب لنا. أنت يا أم الرحمة اطلبي لنا من يسوع من أجل مليكنا المحبوب جلالة الملك عبد الله الثاني، ليهبه الله الحكمة ويمده بالصحة والعافية، ليبقى راعياً للأردن وحاميه، وليحفظ الله أردننا في نعمة السلام، وليثبت أواصر الأخوة والتضامن بين المواطنين ليسيروا في طريق الخير. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم المبتول استجب لنا. من أجل جميع الذين قدموا لنا العون والمساعدة المادية والمعنوية لإتمام هذا الترميم الذي يكرم مريم العذراء، وليبارك الله عطاءكم. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. أيتها الأم البتول الفائقة القداسة، يا من كنت لنا عوناً مستديماً، إليك نتوسل أن تقفي إلى جانب عائلاتنا المسيحية، وخصوصاً تلك التي تمر بمختلف الصعوبات، كي يجدوا في المحنة طريقاً إلى تثبيت الحب، ولتبقى العائلة المقدسة هي رمز وأساس عائلاتنا المسيحية، فيكون شهوداً أمناء لرسالة المسيح على الأرض. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم المبتول استجب لنا. يا ملكة السلام، نتوسل إليك من أجل أن تعم الوحدة والسلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، فلتحول قوة الروح القدس البغض إلى محبة، وحب الانتقام إلى مغفرة، فيفيض السلام في القلوب، فتتحقق العدالة والوحدة بين الدول والشعوب. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. أيتها البتول مريم، نذكر أمامك قدس الأب يوسف نعمات مؤسس هذا المزار، الذي خدمك بأمانة وثبت حياته بالتعبد إليك، فشجع المؤمنين من الاقتراب إليك، وبنى لك هذا المزار الذي يؤمه المؤمنون من مختلف دول العالم، فاذكريه لدى ابنك يسوع المسيح. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. تحنني يا أمنا البتول على جميع الموتى المؤمنين من أهلنا وأخوتنا وأقاربنا وجميع الأنفس المطهرية المنسية، ليكونوا جميعاً من ذوي الميراث السماوي وشركاء في مواعيد ابنك السماوية، فننال نحن وإياهم مراحم ابنك، وننال غفران خطايانا. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. أيتها البتول مريم سيدة الجبل الفائقة القداسة، تحنني علينا وتشفعي لنا لدى ابنك يسوع، كي لا يسمح بأن تبعدنا الصعوبات عن طريق الإيمان والرجاء والمحبة، وليرى فينا الآخرون شهوداً حقيقيين للمسيح. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. منصلي من أجل الجميع الصغار اللي بيقتربوا من المناولة الأولى والتثبيت في هذا الموسم، ونذكر إخوتنا الصغار اللي قدامنا اليوم دمعوا له المناولة الأولى حتى ينمو في حب الله والقريب وفي الحكمة والنعمة عند الله والناس. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك الواثقة بالمسيح ربنا. آمين. التاج هو لباس الرأس للملوك، نقدمه لك أيتها العذراء سيدة الجبل علامة على الفرح والسرور الذي نشعر به تجاهك أيتها الملكة والأم، فاقبليها منا وباركي. الكأس والصينية.
الكأس التي تحتوي دم المسيح والصينية التي تحتوي جسد المسيح، نقدمهما لك يا رب، ومعهما نضع كل احتياجاتنا وآلامنا وآمالنا، فاقبلهما يا رب وبارك. المسبحة الوردية، كل حبة من حباتها تنساب بين أنامل المصلين الواثقين بمفعولها العجيب الذي يزودنا بالنعم ويغمرنا بالبركات، فاقبليها منا وباركي. الورود، هذه الورود التي تلبس بهاء الطبيعة بألوان عجيبة تسر النظر، تعرف حق المعرفة أنك يا مريم تفوقيها جمالاً وبهاءً، فاقبليها منا وباركي. البخور، مع دخان هذا البخور وعبقه نجبل صلواتنا وشكرنا وابتهالاتنا، مرددين مع أجواق الملائكة والقديسين أنك قدوس إلى أبد الآبدين، ونرفعه إلى عرشك السامي، فاقبله يا رب وبارك. طعام الفقراء، نقدم لهم ما هو من حقهم، نقدم لهم مما أتمننا الله عليه من عطايا، لنعيش المحبة الأخوية الصادقة ونشعر بلذة العطاء، فاقبله يا رب وبارك. الخبز والخمر، بهما تتم ذبيحة الصليب كل يوم وعلى مدار الساعة على هياكل الرب في كل بقعة من أنحاء العالم، هما غذاء البشر الذي لا ينضب ونبع الحياة لكل ظمآن، هما جسد ودم من يتجسد على هيئة طفل ليبدأ مخطط الخلاص ويختمه بجسد معلق على الصليب ليكون ذبيحة كفارة عن كل البشرية، فاقبلهما يا رب وبارك. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. تقبل يا رب قرابين شعبك، وأنت يا من دعوتنا إلى الإيمان وولدتنا بالعماد ولادة جديدة، سر بنا إلى الميراث الأبدي بالمسيح ربنا. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيدا أعظم في هذه الأيام وقد ذبح فصحنا المسيح، إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، وهو الذي بموته نقض موتنا وبقيامته أعاد الحياة إلينا، لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 الرب إله صباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجد هوشانا 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 في العالم. حقا إنك لقدوس أيها الآب،
وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقديمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كنا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب فيما نحيي الآن ذكرى ألام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. May he make of us an eternal offering to you so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Lord, may this sacrifice, which has made our peace with you, advance the peace and salvation of all the world, strengthening faith and love your pilgrim church on earth. Your servant, Pope Francis, our Bishop Pier Battista, and William, his auxiliary bishop, and all the bishops, with the clergy and the entire people your son has gained for you. Father, hear the prayers of the family you have gathered here before you. In mercy and love, unite all your children, wherever they may be. Welcome into your kingdom our departed brothers and sisters, and all who have left this world in your friendship. We hope to enjoy forever the vision of your glory, through Christ our Lord, from whom all good things come. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، عضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومعك أيضا. في محبة المسيح تبادلوا السلام. هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. لنتقدم بقلوب يملأه الحب، لنقبل المخلص الفادي ضيفا عزيزا، ولنملكه على مجامع قلوبنا وكل حواسنا، لتصبح أجسادنا بيوتاً مهيئة يسكنها المسيح كما سكن في رحم العذراء في غابر الزمان. صفحة 424 كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء.
السماء إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. مباركة فامرأة
لنصلي. ها قد تناولنا الأسرار الفصحية، فنتضرع إليك أيها الإله القادر على كل شيء، كي يدوم فعلها في نفوسنا وقلوبنا بالمسيح ربنا. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بشفاعة أمنا مريم البتول سيدة الجبل، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا. الشكر لله. هللويا هللويا. لننطلق يا إخوتي حاملين نعمة هذا النهار معنا، متعلمين من سيدة الجبل المحبة والاتضاع والطاعة ليسوع المسيح. لننطلق والفرح يملأ قلوبنا والسلام يسكن في داخلنا. لننطلق وكلنا رجاء أن صلواتنا مستجابة بشفاعة سيدة الجبل التي لا تخذل أبناءها. ولتكن نعمة الله معنا جميعا. لنستمع يا إخوتي إلى ترتيل الدموع العذراء كلمات الشاعر رياض نجمة الذي كتبها بمناسبة عمل معجزة له من سيدة الجبل وألحان طعم جبارة. العطر ينبو الرحمي قلب طاهر أدفى بيت منها بتنا للنعمي. لو إلها ركعت وصليت خاطي اللي عنده ذنوب، العطر بتطلب منه يتوب لما تطهر القلوب. دمعة بتهجر عينينا